السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكون كاملة بخير وبصحة جيدة. اليوم نشوف مع بعضياتنا طريقة يعني عملية وفكرة مليحة يعني تساعدنا لحمل أكبر عدد من حبات الأشجار. كما قاعدين نشوف في الصورة، يعني عندي هنا 30 كعبة بريك، يعني 10 10 10. نشوفوا مع بعضياتنا يعني الطريقة التقليدية قداه نقدروا نهزو، مع العلم أنه هذا اسمه دياجور، هذا يعني 12 يعني 12 درو، يعني كاين الويت في 10 سنتيم، كاين الدوز هذا فيه 15 سنتيم، يعني نسميوه الدوز والاخر نسميوه الويت. بون شوفوا يعني الطريقة العادية قداه نقدروا نهزو في وسمه في البرويطة هذه، في بلايص الله اعلم سميوها الشاريو. نشوف ونحسبوهم مع بعضياتنا. هزت لي الله أعلم 8 كعبات، هذه كعبة زوز، هذه 3، هذه 4، هذه 5، وهذه 6، وهذه 7، وهذه اللي تحت منها 8، يعني 8 كعبات بالحساب. بون شوفوا مع بعضياتنا يعني الطريقة الثانية، يعني طريقة مليحة، طريقة مفيدة كثير، يعني خاصة للناس اللي يخدموا بالمترا، يعني تساعدهم في ربح كثير من الوقت، يعني خاصة لما يكون البريك هذا بعيد عليهم. شوفوا مع بعضياتنا يعني الطريقة كيفاش. كما قلت قبيلة، يعني البريك هذا راهو دوز، يعني العرض تاعو 15 سنتيم، يعني احنا نسميه على حساب ليترو، يعني فيه 12 واحد، 12 واحد فتحة هذوكا. وكاين الويت يعني العرض تاعو 10 سنتيم وفيه ويت ترو. في المول يسميوه الكنز والديس، في المول ما يسميوش دوز والويت. المول الاخر الابيض هذاك. نشوفوا الطريقه كيفاش دركا، شويه هكا وندير نقرب لكم التصوير، يعني يجيو ربعه هكا بالعرض، ويجيو 3 لافون بالطول، والرونجي اللي فوق منه نديروه نعكسوه، يعني يوليو 3 هذوكا على اليمين، ويوليو 4 هذوكا تاع العرض يوليو هنا في اليسار، يعني على الشكل هذا 3 يجيو هك بالطول، والربعة هذوكا يجيو كروازي معاهم. بعدين يعني الرونجي الفوقاني نعكسوهم، يوليو 3 هذا من هيه، والربعة هذوك يرجعوا من هنا باش يجيو رابطين معانا، يعني لما ندزو البرويطة البريك يكون متماسك في بعضه ويكون رابط. يعني انا راح ندير نبني لكم يعني للمستوى ولا الحمل اللي نقدروا ندزوه. يعني هي نقدر نبنيها حتى نوصلوها ل 70 80 كعبة، بس
يعني المستوى اللي نقدروا نحركوا فيه الوسم والبرويطة هذه يعني من 30 حتى 35 كعبة بالنسبة للدوز هذا. الويت نقدروا نحطه حتى 50 كعبة. يعني في أغلب الأحيان يعني المسافة ما راحاش تكون يعني بعيدة بزاف. يعني الطريقة هذه نقربوا بها نقولوا 10 مترات، 15 متر، 20 متر، يعني ما تطلبش منا جهد كبير. قبيل كنا حاطين قدها 30 كعبة وزدت الله أعلم زدت 5 كعبات، يعني في المجموع 35 كعبة. 35 كعبة دوز، يعني هاي نقدر نهزها نورمال عادي، نهزها وندزها عادي. يعني الخدمة هذه كما قلت يعني في أغلب الأحيان يعني المسافة ما راحش تكون بعيدة بزاف، يعني 15 متر، 20 متر نجم ندزوها نورمال عادي. هذه هي يعني الكيفية كيفاش نحسبوه مع بعضياتنا. كاين الله أعلم سبعة رونجي، مش سبعة، 5 رونجيات. هذا رونجي تحتاني واحد واحد، وهذا زوز، وهذا 3، وهذا 4، وهذا 5. 5 كل رونجي فيه 7، يعني تخرج لنا 35 كعبة. كما قلت كبيرة يعني 35 كعبة دوز. في الويت هذاك نقدر نحطه حتى 50 كعبة. المهم نتمنى تستفادوا من الفيديو ومشاهدة ممتعة، ونتلاقاو في الفيديوهات الجايين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.